الأصحاح الخامس عشر. ونزل جماعة من اليهودية وأخذوا يعلمون الإخوة فيقولون: لا خلاص لكم إلا إذا اختتنتم على شريعة موسى. فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف وجدال شديد، فأجمعوا على أن يصعد بولس وبرنابا وغيرهما من المؤمنين إلى أورشليم ليراجعوا الرسل والشيوخ في هذه المسألة. وبعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا فينيقيا والسامرة يخبرون كيف اهتدى غير اليهود، فيفرح الإخوة كثيرا. فلما وصلوا إلى أورشليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ، فأخبروهم بكل ما أجرى الله على أيديهم. فقام بعض المؤمنين الذين كانوا من قبل على مذهب الفريسيين وقالوا: يجب أن يختتن غير اليهود ويعمل بشريعة موسى. فاجتمع الرسل والشيوخ للنظر في هذه المسألة، وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم: أيها الإخوة، تعرفون أن الله اختارني من بينكم من زمن بعيد ليسمع غير اليهود من فمي كلام البشارة ويؤمنوا. والله الذي يعرف ما في القلوب شهد على رضاه عنهم، فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا، فما فرق بيننا وبينهم في شيء، فهو طهر قلوبهم بالإيمان. فلماذا تجربون الله الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيرا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله، خصوصا ونحن نؤمن أننا نخلص بنعمة الرب يسوع كما هم يخلصون؟ فسكت المجتمعون كلهم واستمعوا إلى برنابا وبولس وهما يرويان لهم الآيات والعجائب التي أجراها الله على أيديهما بين غير اليهود. وبعدما ختما كلامهما قال يعقوب: استمعوا لي أيها الإخوة، أخبركم سمعان كيف اهتم الله في أول الأمر أن يتخذ من بين الأمم شعبا لاسمه، وهذا يوافق كلام الأنبياء في الكتب المقدسة. سأرجع بعد هذا فأبني خيمة داود المتهدمة، أبني أنقاضها وأقيمها، ليسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الشعوب التي تحمل اسمي. هذا ما يقول الرب الذي صنع هذا كله وجعله معروفا من قديم الزمان. ولذلك أرى أن لا نثقل على الذين يهتدون إلى الله من غير اليهود، بل نكتب إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام النجسة والزنا والحيوان المخنوق والدم. فلشريعة موسى من قديم الزمان معلمون في كل مدينة يقرؤونها كل سبت في المجامع. فأجمع الرسل والشيوخ والكنيسة كلها على اختيار رجلين منهم يرسلونهما إلى أنطاكيا مع برنابا وبولس. فاختاروا يهوذا الذي يقال له برسابا وسيلة، وكانا ممن لهم مكانة رفيعة بين الإخوة، وسلموا إليهم هذه الرسالة: من إخوتكم الرسل والشيوخ إلى الإخوة المهتدين من غير اليهود في أنطاكية وسورية وكيليكيا، سلام. سمعنا أن بعض الناس جاءوا إليكم من غير توكيل منا فأزعجوكم وأقلقوا أفكاركم، فأجمعنا على أن نختار رجلين نرسلهما إليكم مع الحبيبين برنابا وبولس، رجلين كرسا حياتهما لخدمة ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا يهوذا وسيلة ليقولا لكم مشافهة ما نكتب به إليكم، فالروح القدس ونحن رأينا أن لا نحملكم من الأثقال إلا ما لا بد منه، وهو أن تمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا، فإذا صنتم أنفسكم منها فحسنا تفعلون والله معكم. فانصرفوا ونزلوا إلى أنطاكيا، فدعوا جماعة المؤمنين وسلموا إليهم الرسالة، فلما قرأوها فرحوا كثيرا بما جاء فيها من تشجيع. وألقى يهوذا وسيلة وكاناهما أيضا نبيين عظة طويلة شجعا بها الإخوة وشددا عزائمهم.
وبعدما أقاما بعض الوقت في أنطاكيا صرفهما الإخوة بسلام إلى الذين أرسلوهما، ولكن سيلا رأى أن يبقى هناك فرجع يهوذا وحده. وأقام بولس وبرنابا في أنطاكيا يعلمان ويبشران بكلام الرب، ومعهما آخرون كثيرون. وبعد أيام قليلة قال بولس لبرنابا: تعال نرجع لنتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلام الرب ونطلع على أحوالهم. فأراد برنابا أن يرافقهما يوحنا الملقب بمرقس، ولكن بولس رأى أن لا يرافقهما من فارقهما في بنفيلية وما شاركهما في العمل، فوقع بينهما نزاع حتى افترقا. فأخذ برنابا مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلا وخرج من أنطاكيا بعدما استودعه الإخوة نعمة الرب، فاجتاز سوريا وكيليكيا يقوي إيمان الكنائس.